السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعد عبد الله معلم حسين على عبدي لا صعو قيبتي كوبات سرت نلوشا مريان او سكيد سان غريغا اوغا كخيي اسلا ماركاس انا سكيد سان ميلكو جي بل وحنا دحمري فيديو قال كوبا سفي على هذا الربع داي مرت مركان ان شاء الله ربع داي احنا اغني وجه صح اصحاب ربطنا ونقول تحنا وجه ربطنا على سمعنا والله شيء قاعد الربع داي في حاجه ولا ايه؟ انا عم خضيت له لما لقيتك واقف على الشمال هو ده قاعد يا اصحابي مركا هو وجهه حق ابن وضع صح الله يسوك هاي كينا حلا وعاف ما تخدمه انا هدي في النسوة عيالك انا لمسوة عيالك عيالك اقصدوا الله يسوك هاي كينا ان شاء الله ربنا الكريم هذا هاد محاق هذا هاد دريمنا انا خلي تخلوه هذا ده محمد ما تحمد هذا أيوة محاولة مو ما حاجة ده حلال أو سبياني أيوة حلال ده متقن لغة دمرك أبوه مكر الله ما حصل ما حصل ما عارف شكله ده شكله لغة دمرك أبوه مكر الله شكله ما عارف إنسان هذا حضرت الله حمونه يجي إذا جاء خدش شكله أو ما أنت مشي الجدران وصوت الله ما شاء الله بإذن الكريم أبا عليه السلام لنا وبرنامج شدنا تحنا بريها واكل بيزجروني بريها واكل بيزجروني سالا صعود سامبا هل كان ملاها سيدة جاركا على دكتور أبو إمامان علش مركا وأنا لصو عنسان أبو الله يرضى halkaas aan naga la socotaan waa wareerki quruxda qoyska tu oo buuxa waa buuxaan marka insha Allah aad baa idin salaameynaa nala socda nala soc assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu kulanti wanaagsan dhamaan asxaabta qiimaha asxaabteena qiimaha qadarinta iyo qayaha naga mudan مريم اللي جوناني مريم عاوي ابا اذن سلامنا ما شاء الله باذن الله الكريم وحبين وجمعه فرحات عيد دمانتين ساس ايا ادير جيننا ان شاء الله تعالى هنا نلا جمع ستان نلا عيدان ابا نجعلنا هاي ميل كستو على جوتان ها نلا فرح ذان وابي له سنه في المدرسه نلا فرح ذان مريم مريم عاوي جو دقي هاي واركسا جباشا هذا دمبر جلاش هذا بو أركيسا ما هو كفيرنا أنت لا كفيري جلاش هذا بو أركيسا ها بركو حواية برجرام كأدب معناها حواية أن أونك سيني هاي أول معناها جملة كسع عنجرنا مقتها لا والله والله قدرة أو كسع عند مركو هذا لكن عاو عيال كلا جسد حي مريم كلا جسوك حي ما شاء الله ما شاء الله كفاني وحين جوجنا ان اكسبرس وندرلاند من اللي هذا اكسبرس وندرلاند ومل دق دقه مل دق دقه اكسبرس وانا دردرين ده عاو هالكاسه جوجتا ما دام ان ادوك هيد معناها ان انا لاف كو قرو ان اي لاف يو كو قرو حد رمسا انا خوفا يا ابو بلالا ما هي معناها لافتا ايغا قرنتان كودانا هذه وانا هي لا فوق وقرا انا بو اسمري به او ربنا ودا متى كلام عاو بسم الله خف خف دوك وقرا ربنا ودا ها ماما دوات ترى جاك دي هذا ما شاء الله وكما حصلت هاي وقت انا في سي بريك انا لا سوق قاطي وحاجي على سوق قاطي ابا كغه مدلنايا ان سفر كنجي حدرتان نو بلومي حدرتان وا وا لخدي في دنيمو وقت مقاله القاهره وا لخدي في دنيمو ان شاء الله تعالى سفر كنجي حدو بلومي حدرتان سو غلني اكسبرس وندرلاند ما ليرادو حدرتان سو غلني مركه ان شاء الله تعالى وانا لا سكونسان
barnaamijyada nadan imtixaanaysan waan doonaa hadduu Ilaahay ka dhigo marba hadba xaaladda nadan meesha ay marayso waa idin la socodsiin doonaa bidin Ilaahay albaari halkaas magala socda ay Ilaahay ana moogaanina caawo dhaxan adagna waa jirtaa ay wal waxa maqli jiray dumarka iyo lo'da waa isku mid oo dhaxan ma karta laakiin caawo maray waa dhaxmoonaysa oday ka dhaxan la hadda ma soo dareemo laakiin caawo dhaxan aad iyo aad iyo aad iyo ma shaa Allah gadaashana waa arkaysan markay aad doog maasantii waxa waxa tusaale dhalinyarada Soomaaliyeed ci milisha ah inay askoo ciyaar ka soo dhex dhigeen habeen habeen waa idin tusnaano oo ciyaartii waa laakiin dadaa waxay dhihi doonaan dadaa waxay dhahayaan caruurta dii laga soo tagay caruurta lama jecla miya saamiya maya caruurta caruurta waa la jecel yahay iya qabka aan la socodkan inta waa idin kaga madcelinayna xaqiiqatan halkaas ayaan rabnaa inaan si marna halka caruurta ay ka ciyaarayaan baan rabnaa inaan si marna kadibna waxa waye aan si wareegano maasha aan ku furano safarka nagana waa idin tusi doonaa insha Allah aan marka halkaas aad nagla socotaa bidna albaari aan barnaamijka nagana saaso ku bilaabay ba ka dhigantahay aan malkasta aad joogtaana wallahi aad baan ugu farxsanahay marin markay meelahan kala ku mareysaa ina istaaya qoonay aad baan ugu mahadsantahay macnaha wax walba way iska dhacaan wax walbana way imaadaan xaqiiqatan waana iska adduunka iyo xaalkiisa aad halkaan inooga shidantay annaga hadda mugdiga soo galaya maryan caawa u jeedaa xaafadii waa kaa soo waday halkaan aan joognaa ilaa adiga hal saac camal xabdan u socon doona hadduu ilaahay iraado waa sii laabanayna marno arrintaas maxay kaa bedeshay markaa soo bixitaankii aan soo baxnay halkaan aan imaanay ciyaalka iga soo oday weliba aniga ogeyn jikada saliidda bacshiiska kastamaayo gurigeyga soo jooga markaa dhahay maryan cawada ogooya waa bixina isa soo diyaari markaa igu tiri waa bixina anigu jikada ku jira isa soo diyaari run ahaantii waxaa noqday amsi covid kadibna waxaa kale weliba ciyaalka caawa gurigay joogayaan habrartooda ma joogaan waxaa waay amar ka soo laabasho aan lahayn taas waxay noqotay inaan aniga naftayda farxad dareenso because of waxay tahay markii lagu dhaho soo baxa guriga kasoo baxa ama arrin surprise oo kale lagaaga dhigo banaanka lagu keeno magaalada lagaa soo cashasiiyo lagu soo wado waxay itusaysaa idareensiinaysaa in laigu faanayo ninkiigii inuu igu faanayo maxay ahayd qofka markii lagu faanayana farxad weynu dareemayaa qalbigiisa wax weynu dareemayaa runahan taasna waxay run ahaantii dhiirigelin u tahay dhalinyarada soomaaliyeed waa arrin aad iyo aad muhiim u ah dhiirigelin weyn oo ah maasha allah aniga sidaan anigu farxayn waxaan aaminsanahay gabdhaha soomaaliyeed inay ugu farxi lahaayeen haddii ay ka heli lahaayeen nimankooda ama ay ku haystaan ay ku farxaan maasha allah inta haysatan ilaahay u siiyaadiyo inta aan haysanin yaa rabbi u soo hanuun nimankooda dareensiin inay farxad weyn dareensiiyaan xaaskooda because farxad ani haddaan dareemo hooyada haddii ay farxad dareento guriga dhan wuu faraxsanaanaa ciyaalkii faraxsanaanayaan taas horta waa mid jirtaba ani maanta haddaan farxad dareemayo adigu waa farxaysaa ciyaalku way farxayaan martidu way farxaysaa guriga dhan waa farxaa haddii ana laakiin stress iyo murug iyo micnaha walbahaar iyo bilaa xushmad aad igu haysid noo farxadan wuxuu noqonaa bilaa karamto marka haddeertan micnaha markii hadda tagalo guri aan tago qalbigayga maanta dhan waxa ugu soo noqonaya ninkaagii ku jecel yahay ninkaaga uu ku baday ninkaaga banaanku ku geeyey run ahaantii dumarka gabdhaha soomaaliyeed aad u jecel yahay arrintaas marka saameynta ii yeelata waxaa waaye inaan aad iyo aad u farxay aanan ilaawi doonin aad maa kaaga madcelinaa mar walba sida iisis farxad ilaah aamin aamin horta farxad inaan ku siiyo oo mar walba kaa farxiyo wixii duruufaa waa halkeeda laakiin anigu aad baan u jecelahay oo runtii qof igu qaali ah ayaa tahay qof aan ka maarmi karana ma tihid inaan kugu faanana waa u qalantaa runtii maxaa yeelay maanta ilmahayga aan jecelahay oo qaaliga igu ah hooyadood ayaa tahay meel saraa markii joogta soo marka in waxyaalo badan aan sabra iskaaga dhigo
أذن أقول أو كلام كوهس كليه أذن أقول أو كلام معناها وحويان أو كسوق حيو أذن أقول أو كلام ما لا أذن معناها كتشيني إنه أو كلام درتان إكسبرس لاين أو كلام عنكو كيانو معناها وحويان أنا هنا فرح بيت هاي وأنا فيلي أذقنا صاحب ده بشكت أي فرح دوين أذقنا كوتان مدلك الشيكين كرنا معها سفر ذا إنه ما أهدونا كلي كوان إن شاء الله بدينا الباري ويكل أيام كذا دي دونا حدو لها يرادو أما صدق هذه بري مت مر أيام كذا دي دونا هدي مر كويكله لفتر كذا لو عيو أرنت أسيد عيو هذا لفتر كذا إن شاء الله عادي جنا ده حماته قلبك هذا جلمن وحال ده تصيده مرة يسكع عاطو محيي الحمان معها سواء حقرت معه وعلى جيا بعنا عارج لفتر كذا بيز يسكع جلو وعلى جيا بعنا عارج مكلا قفصدين وعلى جيا بعنا كت لجرينا معنا وحوي سواك عيو كت لجرو إن معنا عارج كلا يلسو بدوناتو يلسو درستو يسوف تجلي ويدنا سواك عيو هي الله جاية معه سواء مركا هأوفهم من مركا إن معناها وحوي كمان أي قطعه ده سواء عصي أو كوسو بدنايو إن وأنا جعلها فرح هذا الرنتي إني يعني فرح هذا الثين ونوجي إن فرح ده مركز توه جعلها هذا ولا يكلم سواء مركا إن شاء الله بإذن الله الكريم مرة البابنا نيجي لساس كقول سناتو إن أساس فرح سناتو إن أساس مركا والباء معناها وحوي عاد أنه قط قف نيجي سئي وقلبي يسوء هبي هاي والدقي هاي مرة البابنا أنا كفي كرتو أو معناها كنا تشتو قصي حتى قصو تص إن اللي جعليه إن هذا حتى والله فرحة ويا أي إيه وين قول استبان أذكر يا أدي حبيبي خير الله في جزاك الله خير أقول لي هاي ما دل ورقة راح تنسين إن مشغولي راح دا مشغول هدي اللي يس من جرا هدا مرة يس من جرا تصير هدا وكل واسوك يس سبرايس أي قد تي وصوب حي ريال كيا كصوب حي رونا هنتي هو كل يجيب كلي فرحة كل عندنا هذي هو سوق عطي جربي وحق صوب حي موقع ريالك waxaan ka soo baxay maxay ahayd jikadii aan ku jiray waxa badan ka soo baxay mana kama maadaama ay sameen jirtay macnaa hadii aan mashquulshaa ugu dareemaa farxad ay sa ugu dareemayaa in kasan lagu sameeyay because waxaan dareemaa inaan mashquulsan tahay waxa macnaha aan aad markaas waxaan ma kala ay ka dhigan hadii aad maanta ma aha markii muharjeena insha Allah taala in uu noqon doono tusaale maanta aniga mar walba waan dhahaa tusaale in noqon doonta jacalahay oo macnaha noqon doono dad lagu dayo in sha Allah sax farxad weyn ka noqonaysaa qoysaska Soomaaliyeed in macnaha waxa weeyaan bulshada u bandhigno si aan u noqono tusaale wanaagsan oo dad far badan oo Soomaaliyeed oo dhalinyaro rag iyo dumar badan ay ku daydaan macnaha waxa weeyaan aad baan insha Allah ta'ala arintaas kalsooni aan uga qabo maxay yelay in qalbiga qofka bini'aadamka la iska ma hanan karo hadeen wax lagu shubo qalbigaaga hadeen aan wana ku shubto de wanaagi aan ku shubto baa ii soo baxay hadii aan xumaan ku shubtana xumaantu baan maalayaa maxay yelay nin walba ilaan dhisho oo luxdo iyo caanaheeda dhamaa soo xagarta ma marka taasna aad baan kaga madhelinaya anigana waa faraxsanahay qalbigeygana mar walba habi ku yahay waana jecelahay runtii adigu isbuucilaad ka hadlaysaa inaan habeen walba aan surprise kaaga dhigo aad baan runtii u jecelahay laakiin dee waa isku ogtahay xaaladda iyo waddanka aan joognay iyo xaaladiisa waa isku ogtahay oo ka kuma kala socono laakiin biidina bari caawa bixitaankii iyo soo kaxayntii aan kuu soo kaxay iyo qaabkan kuu soo waday waxay ahayd aan ku dhahay anaa aqaan meeshan ku weynay Cabdal Caaw xagee aadeena anaa aqaan meeshan tagayna keen aan ku dhahay safarka naga halkan waa inaan leertan macaan iska fariisano wadarkeesa gadaasheena dhan leertan macaan iska fariisano abaal halkan aan ku qaxweysano ani adiga ku sheekaysano wax walba aan ku wadaagno sheekooyinkeena gaarka aan ku wadaagno wax walba isla socodsiino xaaladdeena aan kaga wada hadalno bulshadeena farxad badan la qaadano awgeed saas jecel aan ka qabo awgeed ayaan horta halkan ku keenay meesha aan ku soo wadeen halkan bay ahayd waan ku mahadsantahay waan iga waan filaya inaan iga bashaarto taas aad ugu farxay runtii aad iyo aad ugu farxay mid kale oo soo bixitaankeen awl baan soo bixin jirnay laakiin mid kale oo dheeriga ah oo macnaha aniga macnaha surprise kala noqday ilmaha ma soo wadeen caawi ilmaha guriga joogaya xafsi guriga joogaya ana dhaaday marka taas waxay aanay noqotay in aniga waqti la siin rabo ma sha Allah aad ugu farxay ma sha Allah waa arrin ugu farxad ahaantii marka waxaan ku leeyahay 1000 jeer thank you so much ana laba kuno jeer thank you so much sanid
جزاك الله خيرا. هذا ما صنع. Thank you very much. سلام. 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 سلام